بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة النساء. الدرس 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في مكة بعثه إلى الناس كافة مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بقي في مكة بعد البعثة 13 سنة يدعو إلى الله مجرد دعوة يدعو الناس إلى الله يدعو إلى أي شيء إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سوى الله لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار دون الله عز وجل فالله بعث رسوله يدعو إلى التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة ترك عبادة ما سواه الرجوع إلى ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين كان
الفترة منهيا عن القتال. فترة إقامته بمكة منهي هو والمسلمون معه من القتال، وإنما يقتصرون على مجرد دعوة إلى الله عز وجل، لأنهم في هذه الفترة ليس عندهم استطاعة للقتال، وكانوا منهيين. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم عن أي شيء؟ عن القتال، عن قتال الكفار. قيل لهم، قال الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: كفوا أيديكم عن القتال. قيل لهم كفوا أيديكم عن القتال، كفوا أيديكم عن أي شيء؟ عن القتال، وأقيموا الصلاة، تصروا على الدعوة إلى الله وعلى إقام الصلاة، وآتوا الزكاة. كانوا مقصورين على الدعوة إلى الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد الأنصار اجتمع حوله المهاجرون والأنصار، تكونت للمسلمين قوة يستطيعون بها القتال، ففرض الجهاد على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبلغ الناس بذلك. ولما أمر بالقتال، وفرض الجهاد في سبيل الله، إذا فريق منهم وهم المنافقون، أو أنهم ليسوا منافقين لكنهم ضعاف الإيمان، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، يخشون القتال والقتل، لأن القتال فيه استشهاد في سبيل الله، وفيه جراح، وفيه مشقة، وفيه بذل أموال، لذلك سمي جهادا. ما كتب عليه يعني فرض، وكان قبل محرما، كان قبل الهجرة محرما، ثم إنه لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم واستقر في المدينة وصار له قوة من المهاجرين والأنصار، فرض عليه القتال، بلغ أصحابه بذلك. إذا فريق منهم يخشون الناس، يخشون الكفار، يخشون بأسهم كخشية الله. الواجب أن الخشية إنما تكون لله وحده، لأنها عبادة. الخشية من أنواع العبادة، وهي من أعمال القلوب. يخشون الناس خشية الله، يخشون ما يصيبهم من الناس مثل ما يخشون عقوبة الله عز وجل، يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. هذا
هذا مذموم، أن الإنسان لا يخشى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يرغب إلا إلى الله، يعلق قلبه بالله، توكل على الله كفى. ومن خشي الله وحده كف عنه أعداءه، كون الناس في خشية الله أو أشد خشية، ولم يقتصروا على هذا، يخشونه بالقلوب لكنهم لم يقتصروا أيضا، تكلموا قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، يستغربون من الله أنه كتب عليهم القتال وهو كره لهم، كما قال جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، يكرهون هذا، هذه طبيعية النفوس ما في شك تكره القتل والجراح، تكره هذا النفوس تراها طبيعية، وهذا لا يلام عليه الإنسان تراها طبيعية، ولكنه يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، ولو كان يكره هذا يمتثل أمر الله، إذا أمر الله به امتثله. وقالوا ربنا لما كتبت علينا، أي فرضت علينا القتال، لولا أخرتنا، أي هل أخرتنا إلى أجل قريب أمهلتنا، الله جل وعلا قال لنبيه لما قالوا لما لولا أخرتنا إلى أجل قريب، الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول لهم قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل، فكيف ترغبون بمتاع الدنيا ولا ترغبون بما عند الله للمجاهدين في سبيله الدار الآخرة؟ هم يقولون لو أخرتنا إلى أجل قريب، الدنيا كلها متاع قليل، متى يفرض القتال إذن؟ متى يفرض؟ عمر الإنسان أقل شيء أيضا، الدنيا كلها قليلة وعمر الإنسان أقل، كونه يبادر إلى طاعة الله وإلى الجهاد في سبيل الله ويغتنم عمره، هذا الواجب عليه. والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، ما عند الله خير لكم من متاع الدنيا، لأن ما عند الله نعيم لا ينقطع وسرور لا ينقضي، إذا أطعتم الله عز وجل وجاهدتم في سبيله خير لمن اتقى، من اتقى الله واتقى عذاب الله سخط الله خير لمن اتقى، فهذا مما يسلي المسلم ويصبره على القتال في سبيل الله، إذا تذكر هذا، تذكر أن الدنيا متاع قليل وأن الآخرة دار باقية لا تفنى ولا تزول، وهي خير لمن اتقى، لمن اتقى، أما من لا يتقي فهي عقوبة عليه وعذاب، فلا ينعم في الآخرة إلا أهل التقوى، ومن التقوى الجهاد في سبيل الله. ولا تظلمون فتيلا،
يضيع لكم عند الله عمل صالح. والفتيل هو الخيط الذي يكون في حفرة النواة، الخيط الذي يكون في حفرة نواة التمر، فيها خيط رقيق جدا. الله جل وعلا لا يظلم المؤمن من عمله ما يوازن أو يساوي هذا الفتيل الذي لا قيمة له. فالطاعة وإن كانت قليلة فإن الله يضاعفها بفضله وإحسانه وينميها لصاحبها. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، والذرة قيل هي صغار النمل وقيل هي الهباءة التي تطير في الجو. فإذا كانت من الخير ولو كانت وزن ذرة فإن الله جل وعلا لا يظلم صاحبها بل ينميها ويضاعفها له إلى عشرة أضعاف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، فضلا منه وإحسانا تكرما منه سبحانه. ولا تظلمون فتيلا أي أقل شيء من الحسنات. المسلم لا يحتقر عمل الخير ولو كان قليلا منه أو من غيره، فإنه كثير عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا أينما تكونوا في زمان أو مكان، أينما تكونوا من زمان أو مكان يدرككم الموت. إذا كنتم تكرهون القتال خشية الموت فإن الموت سيأتي عليكم سواء قاتلتم أو لم تقاتلوا. فترككم للقتال لا ينجيكم من الموت، الموت مدرككم على كل حال. كون الإنسان يموت على عمل صالح خير له من أن يموت على غير عمل أو على خسارة. أينما تكون في أي زمان وفي أي مكان لا تسلم من الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الحصون البروج المشيدة القوية بالبناء وبالحرس وبالأسلحة لا تنجي من الموت. الموت يخترق هذه الأشياء ويخلص إلى من أمره الله بقبض روحه، لا يرده شيء. أينما تكونوا يدرككم الموت، كما بقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، كما في قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فالموت لا بد منه والعمر قصير، والقتال ليس هو الذي يأتي بالموت، الذي يأتي بالموت هو الأجل المقدر سواء قاتلت أو لم تقاتل، مالك إلا هذا الأجل وهو مدركك. حتى لو ما قاتلت، لو تحصنت من الموت بالبروج المشيد والحصول المنيع ما
لا يرده شيء. حينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم ولا تنجون منه، ولو كنتم في بروج مشيدة. ثم قال جل وعلا: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. ينسبون الحسنة إلى الله، والمراد بالحسنة هنا الخصب ورخص الأسعار ورغد العيش، هذه الحسنة في هذه الآية. إن تصبهم حسنة، حياة رغيدة وخصب في الأرض وزروع ثمار، يقول هذه من عند الله. نعم هي من عند الله جل وعلا، وهم لم يكذبهم الله في هذا، أنها الحسنة من عند الله جل وعلا. وإن تصبهم سيئة، تصبهم سيئة يعني يصيبهم جد في الأرض، غلاء في الأسعار وغير ذلك، يصيبهم سيئة يقول هذه من عندك، من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت السبب فيها، أنت السبب في هذه المصيبة، لو ما جيتنا ولو ما دعوتنا ما أصابنا هذا. يصبهم سيئة يقول هذه من عندك، كما قال من قبلهم للرسل، كما قال فرعون وقومه لموسى: تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ما أصابنا هذا إلا بسبب موسى وبسبب هذه المؤمنين الذين معه، ضيقوا علينا وأشغلونا، هم السبب في هذه المصائب. غيروا بموسى ومن معه من المؤمنين. وكما قال قوم صالح: قالوا طيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. قال طائركم أي ما يصيبكم هو من الله جل وعلا، ما هم من عندكم، وما يصيب قوم فرعون هو من عند الله، ما هم من عند موسى. وكما قال أصحاب ياسين لما جاءهم المرسلون، قالوا: إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، ولا يمسنكم منا عذاب أليم. هذه سنة الكفار، أنهم يتطيرون بأهل الخير ويبغضون أهل الخير، يظنون أن المصائب ما حصلت والتأخر. الآن في زماننا يقولون: ما تأخرنا إلا بسبب المسلمين وبسبب هالمطاوعة وبسبب هالدعوة إلى الله، هذه أخرتنا عن العالم وعن حضارة العالم وعن وعن. فسنة الكفار واحدة مع الرسل ومع المؤمنين قديم الزمان، إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، يعني نستحقها، هذه نستحقها،
الله أعطانا إياها لأنه يعلم أننا نستحقها، ما يقولون هذا بفضل الله، لا نستحقه، قالوا لنا هذا، إن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، فهم ينسبون الخير إليهم وينسبون الشر إلى كليم الله ورسول الله موسى عليه السلام. هذه سنتهم من قديم الزمان مع الرسل وليس مع محمد صلى الله عليه وسلم. فقولهم وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، هذا ليس غريبا على الكفار كل زمان. قال الله جل وعلا قل كل من عند الله، الحسنة والسيئة، الرخاء والشدة، المرض والصحة، الفقر والغنى، كله من عند الله بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. ما عند البشر شيء، لا الرسل ولا غيرهم، من عند الله جل وعلا. قل كل من عند الله، الخير والشر والحسنة والسيئة، الحسنة التي هي الخصب والثمار ورغد العيش، والسيئة التي هي شدة المعونة والفقر وإلى آخره، كل من عند الله. فكيف تنسبون بعض هذا الشيء، تنسبونه إلى الله وبعضه تنسبونه للرسول؟ هل الرسول شريك لله عز وجل؟ بل العكس، أن ما يصيب الناس من الخير هو بسبب العبادة ودعوة الرسل واتباع الرسل، وما يصيبهم من النكد هو بسبب معصية الرسل عليهم الصلاة والسلام، سبب عملهم. فما لهؤلاء القوم؟ هذا استفهام إنكار وتعجب. ما لهؤلاء القوم اللي يقولون الحسنة من عند الله والسيئة من عند الرسول؟ ما الذي أصابهم في عقولهم؟ لا يكادون يفقهون حديثا، ما يفهمون الأمور على أصلها، وينسبون الخير إلى مصدره وينسبون الشر إلى مصدره. فالرسل وأتباعهم سبب للخير، والكفار وأتباعهم سبب للشر. ولهذا قال بعدها ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك مما تحب فهو من الله جل وعلا، فضلا منه، هو فضل من الله تفضل به عليك، ما هم مثل اللي يقولون لنا هذه نستحقها، لا، من الله جل وعلا، الحسنة من الله فضلا منه وإحسانا منه. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب ذنوبك، سبب أنت السبب فيه، بالذنوب بالكفر بالمعاصي، فأنت السبب فيما يصيبك من المكاره، السبب فيما يصيب المجتمع من الشدائد هو بالكفر والمعاصي ومتابعة الفساق والمترفين، هذا هو السبب. ما أصابك من سيئة أصلها من الله بالقضاء والقدر، لكن من حيث السبب هي من عندك. الحسنة سببها فضل الله وإحسانه، والسيئة سببها كسب العبد من الذنوب والمعاصي. فضع الأمور في مواضعها، هذا هو الواجب. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فتب إلى الله واستغفره ولا تنسبه إلى الرسول وإلى المؤمنين، بل انسبه إلى نفسك، أنت السبب فيه.
تب إلى الله، أحسن العمل تحصل على الخير. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والله قضاها وقدرها عقوبة، قضاها الله وقدرها عليك عقوبة منه. فهي من ناحية القضاء والقدر من الله، ومن ناحية السبب هي منك، من نفسك أنت سببها. ما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال الله جل وعلا: وأرسلناك للناس رسولا. أرسل أنت مجرد رسول، أنت مجرد رسول مبلغ عن الله جل وعلا، أما ما يصيب الناس فهو من الله ليس منك. أرسلناك للناس، للناس، لاحظ قوله للناس، يعني هذا فيه عموم الرسالة أنها عامة لجميع الناس. ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. كان الرسول يبعث إلى قومه خاصة، وبعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، جميع الناس، أهل الكتاب والأميين وجميع طوائف البشر والعرب والعجم، بل والجن والإنس كلهم بعث الله رسوله إليهم. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وأرسلناك للناس رسولا، أنت مجرد رسول وليس بيدك شيء من الخير أو الشر، إنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وكفى بالله شهيدا. هذا تصديق للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه شهادة للرسول أنه صادق في رسالته، وأنه ليس متقولا على الله ولا مدعيا للرسالة مثل ما يدعيها المتنبئون الكذبة. لا، رسول، رسول الله حقا. ومن أدلة ذلك شهادة الله جل وعلا أنه يشهد على الرسول، يشاهده ويشاهد تصرفاته، ويقول الله بعثني، ويقول أنزل علي القرآن. فلو كان كاذبا لأخذه الله ولم يمهله. كون الله نصر، وكون الله يمده بالإعانة، دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم. إذ لو كان متقولا على الله لأهلكه الله كما أهلك الكذابين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لقتلناه شر قتله. إن الله جل وعلا لا يرضى أن أحدا يكذب عليه. من أظلم ممن افترى على الله كذبا. أظلم الناس الذي يكذب على الله سبحانه وتعالى. فلو كان هذا الرسول كاذبا ما أمهله الله ولا نصره الله ولا أنزل عليه القرآن. لو كان كاذبا، أين المتنبئين الكذبة؟ قضى الله عليهم. أما هذا الرسول فإن الله نصره، وهذا الرسول لا تزال دعوته إلى قيام الساعة، والناس يدخلون في دين الله ويتبعون هذا الرسول. بقاء دينه وبقاء شريعته دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم. لو كان كاذبا لأهلكه الله وانطوى خبره بمجرد موته، كما حصل
حصل لمسيلمة الكذاب وللأسود العنسي وغيرهم من المتنبئين. فبقاء هذه الشريعة، بقاء الإسلام، بقاء الدعوة إلى الله دليل على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله بيني وبينكم شهيدا، لما كذبوه قال كفى بالله بينكم بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما تكسب كل نفس، سيعلم الكفار لمن عقب الدار. وأرسلناك للناس رسولا، وش الدليل على أنه رسول؟ شهادة الله جل وعلا وإمهاله له وتأييده له ونصرته له وبقاء شريعته وبقاء دعوته إلى أن تقوم الساعة. هذا دليل، برهان قاطع على صدقه صلى الله عليه وسلم. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ثم قال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنه مبلغ عن الله، وهذا فيه شهادة لعصمة الرسول، أن ما يبلغه أنه من عند الله معصوم عليه الصلاة والسلام. من يطع الرسول فقد أطاع الله، والله أمر بطاعة رسوله مطلقا، أمر بطاعة رسوله مطلقا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول مطلقا. أما غيره فإنما يطاع بطاعة الله ولا يطاع في معصية الله. أما الرسول فهو يطاع عليه الصلاة والسلام مطلقا، لأنه لا يقول عن الله إلا ما أوحاه الله إليه، وهو معصوم من الكذب صلى الله عليه وسلم، معصوم من الخطأ عليه الصلاة والسلام. من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما غير الرسول فإن أصاب الحق فإنه يطاع، وإن أخطأ فإنه لا يطاع. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن تولى ولم يطع الرسول فما أرسلناك عليهم حفيظا. الله هو الذي يحفظ عليهم أعمالهم ويكتبها عليهم ويحاسبهم عليهم. إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الرسول ما يحاسب الناس ولا يجزيهم، الجزاء عند الله، لما يبلغهم فقط. ما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الله هو الذي يحفظ عليهم أعمالهم، وقد وكل بهم ملائكة يحفظون أعمالهم ويكتبونها عليهم، ملائكة الحفظة عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتبون الحسنات والسيئات في سجل يحفظ ويدفع لصاحبه يوم القيامة، يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فما أرسلناك عليهم حفيظا، الذي يحفظ أعمالهم هو الله جل وعلا بواسطة ملائكته الكتبة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما أرسلناك عليهم حفيظا. ثم قال ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي الواجب.
واجب أن تطيع الرسول ظاهرا وباطنا، أما أنك تطيعه ظاهرا ولا تطيعه باطنا فهذا شأن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، ويقولون للرسول صلى الله عليه وسلم طاعة أطعناك مواجهة. فإذا برزوا من عندك خرجوا من مجلسك بيت طائفة منهم غير الذي غيروا وخالفوا وعصوا وقالوا نحن على ما كنا عليه، ولكننا نريد من ذلك أن نصانع الرسول ونرضيه، وإلا حنا على طريقنا. هذه طريقة المنافقين والعياذ بالله. بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يغيرون ويبدلون، والله يعلم ما يبيت غير الذي تقول، والله يعلم ما يبيت. يعني لو خفي على الرسول صلى الله عليه وسلم عملهم هذا هل يخفى على الله؟ الله معهم بعلمه وإحاطته، لا يخفون عليه. فهم وإن خدعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم لن يخدعوا الله. يقولون طاعة، إذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يعلم ما يبيتون، والله يكتب ما يبيتون، يكتبه عليهم، يحصيه عليهم. قال الله جل وعلا لرسوله فأعرض عنهم، لا يهمونك، أنت بلغتهم، وأيضا هم قالوا طاعة أطاعوك، أنت بلغت ما عليك، ويبقى عملهم عليهم، فأنت لا يهمونك، امضي لشأنك ولا يهمونك، كل أمرهم إلينا، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، فوض أمورك إلى الله، ولا يهمك من خالفك أو من نافق معك أو خادعك، لا يهمك هذا، أنت مالك إلا الظاهر، والله هو الذي يتولى السرائر. الله يعلم يكتب ما يبيته، فأعرض عنهم وتوكل على الله وحده، وكفى بالله وكيلا، أي موكولا إليه أمور الخلق، مفوض إليه أمور الخلق جل وعلا، كفى بالله وكيلا. أصله كفى الله وكيلا، زيدت الباء للتأكيد، كفى بالله، أصله كفى الله، زيدت الباء للتأكيد، كفى بالله وكيلا، موكول إليه أعمال عباده وحفظها والحساب عليها والجزاء عليها، كل هذا موكول إلى الله. أما الرسول فإنه مجرد مبلغ عن الله جل وعلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعلى المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: نحن لاجئين نعيش في ألمانيا، والحكومة الألمانية تعطينا مساعدات، ونحن نأخذ هذه المساعدات ونتصدق منها، ونأتي بها للحج والعمرة، ونقوم بأعمال الخير من هذه المساعدات، هل يجوز ذلك؟
لا بأس بذلك، إذا أعطوكم هذا الشيء ولم تأخذوه خفية أو سرقة أو مخادعة، وإنما هم أعطوكم إياه فلا بأس بذلك. نعم. يقول سماحة الشيخ، هناك فاعل خير تبرع ببناء نافورة في ناحية المسجد، وهناك من أنكر عليه فقال بأنها وجدت عند السلف، فما هو الصحيح؟ تبرع بنافورة. نافورة؟ نعم. نافورة ما تصلح للمسجد. من المنابر، هي مجرد منظر، هذه في الشوارع وفي الميادين للزينة، أما المسجد فما مصلحته من ذلك، ما يصلح هذا. لو جعل في المسجد مال الشرب، جعل عنده مال الوضوء، هذا طيب، أما النافورة هذه تصلح في الشوارع والميادين. نعم. يقول: هل من تكلم في أهل مدينة أو مدينة أو بلد يكون قد اغتابهم كلهم وإن لم يكن يقصد العموم؟ نعم. من تكلم في أهل قبيلة أو مدينة أو بلد يكون قد اغتابهم جميعهم وإن لم يكن يقصد العموم؟ ما يكون مغتاب هذا، إنما هذا من باب الإخبار عن أهل البلد، أو أن عندهم تقصير أو عندهم شيء من هذا، لا يظهر لي، ما يظهر لي انه من الغيبة. نعم. يقول سماحة الشيخ، ما هو المخرج من هذه الفتن التي نعيش فيها في هذا العصر؟ وما هذا السبب في الوضع المزري للأمة؟ المخرج من الفتن لزوم الكتاب والسنة. عليكم، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، هذا واحد. الشيء الثاني لزوم الجماعة، لزوم الجماعة، جماعة المسلمين، وعدم الشذوذ والخروج عنها، لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين وعدم الشذوذ عنها والخروج عنها. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، هذا لزوم الجماعة. ثم قال: عليكم بسنتي. عندنا أولا لزوم الجماعة، وثانيا تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، هذا طريق النجاة من الفتن. ويكون هذا بعد العلم، يتعلم الإنسان، تعلم العلم الشرعي، العلم الديني، لا بد من هذا. أما الجاهل يقع في أخطاء، يقع في مخالفات وهو لا يدري، لا بد من تعلم العلم، العلم النافع. نعم. لأن التمسك بسنة الرسول لا يكون إلا بالعلم، معرفة سنة الرسول والتفقه فيها. نعم. يقول: أنا شاب مقبل على الزواج، وأمي تريد أن تختار لي امرأة، وهذه المرأة أحيانا لا تعجبني، وأنا أريد أن أختار امرأة تعجبني ذات دين وجمال، فلماذا توجهني؟ اجمع بين الأمرين، اجمع بين إرضاء الوالدة وإقناعها واختيار الزوجة الصالحة، اجمع بينهما وأحسن النية، والله جل وعلا يعينه. نعم. يقول: هل أكون محرما لزوجة أبي؟ نعم، أنت محرم لزوجة أبي لأنها محرمة عليك، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هي محرمة عليك من جملة المحرمات، وأنت محرم لها. نعم. يقول: ما هي السلفية؟ لأن هذا السؤال يكثر في هذه الأيام. السلفية اتباع السلف الصالح، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن جاء بعدهم ممن سار على منهاجهم،
قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ولا تمسك بالسنة إلا إذا تعلمت العلم النافع، العلم الشرعي. فهذا والسلف هم من قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا لهم السلف. الله جل وعلا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. المهاجرون والأنصار صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباعهم بإحسان يعني بإتقان لما هم عليه. أما الدعوة ما تكفي، تنتسب للسلف وأنت ما تدري وش مذهب السلف ولا ما هم عليه. مجرد الانتساب ما يكفي، لازم من العلم بمنهج السلف وما هم عليه. نعم. يقول: هل يجوز التبادل بين الناس في حمل الجنازة، وهل ورد دليل على هذا العمل وهل يحصل على ذلك الأجر؟ نعم، لا بأس، تعاون على حمل الجنازة ومشاركة بين المشيعين، كل يحملها بعض الوقت يتشاركون بالأجر. معاملتهم بالإحسان إليهم إذا احتاجوا، تساعدهم صلة رحم قرابة. أما اتباعهم وهذا لا يجوز، لا تطيعهم بالبدعة أو تتابعهم على البدعة، لكن أحسن إليهم، أحسن إليهم بقد حقهم لهم، ولكن لا تتبعهم على البدعة. وأيضا يجب عليك مناصحتهم والبيان لهم، من حقهم عليك تناصحهم عن البدع وتبينها لهم، لأنه ربما يظنون أنها ما هي بدعة، أنها سنة، أن تبين لهم هذا. وفي صف الدين وصف الرب، وهناك بعض الشباب يريدون أن يقوموا أو يعاقبوا هؤلاء الذين يصفون الرب، لأن الجهات المسؤولة لا تعاقبهم، فهل يجوز للشباب أن يعاقبوا هؤلاء السافلين؟ ليس لهم صلاحية في العقوبة، العقوبة من حق ولاة الأمور، لكن من الواجب عليهم الدعوة إلى الله وتحذير من هذا العمل، بيان الضرر الذي فيه عليهم، دعوة إلى الله. أما العقوبة هذه من اختصاص ولاة الأمور. نعم. أقول سماحة الشيخ، نظرت نظرا، كنت في حالة دين وكنت شاكا في النظر، ما هو الشيء الذي نظرت عليه فهذا أفعل؟ إذا كان إنك أصابك يعني غضب ولا أصابك شيء ما تدري ماذا تقول، هذا نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب فيه كفارة يمين، كفر كفارة يمين وتكفي. نعم. يقول إمام خطيب في مسجد وهو صاحب فكر محارب، يبرع الشباب في العمليات القيادية المجرومة. صاحب فكر محارب يبرر الشباب في العمليات الجهادية المجرومة، وأهل الحي لا يريدونه ولا يريدهم أن يترك الإمامة، وهم يسألون هل نغيره بالقوة ونجتمع معه ونتصدى له حتى يترك المسجد وقد تقع المفسدة ونحن لا تقع. لا، ما يجوز هذا، تغييره بالقوة ما يجوز، غيرها الجهة المسؤولة عن المساجد، الجهة الحكومية المسؤولة عن المساجد هي اللي تغيره، وأما تغيرونه بالقوة يمكن يتغلب عليكم أو يجيب من يساعد عليكم، فلا تصلح القوة في هذا، القوة لولاة الأمور، ما بيديكم قوة، لكم عليكم بالإصلاح والمناصحة، فإذا لم تجدي صلوا مع غيره مساجد أخرى. نعم. هل يجوز أن نصلي على الميت
الأجر يحصل بمرة، والواجب الفرض يحصل بالصلاة الأولى، يبقى ما بعدها من السنن زيادة الخير ما في بس. نعم. أقول السائلة لأنها امرأة درست في مدرسة لمدة شهر، ثم وجدت في هذه المدرسة اضطراب، وبعد ذلك تركت هذا العمل وقاموا بإعطائها مرتب شهرين، فماذا تفعل بمرتب الشهر الآخر؟ هل تقيم الفقراء؟ الشيء اللي أخذته وهي ما تستحقه إما أن ترده عليهم وإن قبلوه، وإن لم يقبلوا تتصدق به. نعم. ما حكم من كان على بدعته وأراد أن يتوب، هل مجرد التوبة يكفي أنه أصبح من أهل السنة؟ يتوب إلى الله والله يقبل التوبة ويعلن الخطأ أنه مخطئ وأنه تاب إلى الله، يعلن هذا. نعم. يقول في بلدنا بعض الشركات تعطي العمالة مكافأة مالية بسبب عيد العمال، فما حكم هذه المكافأة؟ نعم. يقول في بلدنا هناك شركات تعطي العمال مكافأة مالية بمناسبة عيد العمال، فما حكم هذه المكافأة؟ لا يأخذها، لا يأخذها، يغنيها الله عنها. نعم. ما حكم العمل مع النصارى في شركة وفي مكان واحد؟ العمل مع النصارى ومع غيرهم ما في مانع إذا لم يكن فيه منكرات، ما في منكرات ولا مخالفات، إنما مجرد عمل هم يعملون وأنت تعمل، والعمل هذا مباح ما فيه تحريم، ما في بس. نعم. تقول تزوجت امرأة ثانية. ها؟ تزوجت امرأة ثانية فقامت الزوجة الأولى بتحريم الأبناء على العقود وقطيعة الرحم، واتصلت بأصدقائي الذين تربطني بهم علاقة عروية وشوهت سمعتي كذبا وافتراء انتقاما لنفسها، فهل النصيحة توجهونها وكيف التعامل معها؟ تعامل معها على أنها زوجتك وأد لها حقوقها الزوجية واصبر عليها، واصبر عليها، وإذا كنت ما تطيق الصبر عليها طلقها. أن يتفرق يغني الله كل من ساعته. نعم. ما حكم المرور من أمام المصلي في الحرم وقت الزحام؟ لا بأس به، أول شيء إذا كانوا يصلون الفريضة فسترة الإمام كافية، سترة لمن خلفه. ثانيا الضرورة، الحرم ضرورة، زحام الناس كثرة الناس يحتاجون إلى المرور، ما في شك ان اتخاذ السترة سنة ما هو واجب، والمرور هذا ضرورة يسوون الناس، الحمد لله انت معذور وهم معذورون في المرور، والدين يسر ولله الحمد. نعم. ما حكم الصلاة خلف من يذهب عقله احيانا علما بانه تقدم للصلاة بدون اذن ام قيم وابى الا ان يصلي للناس؟ إذا كان ما حصل عليه في الصلاة شيء فصلاته صلاة من خلفه صحيحة، أما إذا حصل عليه شيء في الصلاة خل بصلاته فلا تصح إمامه. نعم. ما حكم طواف الوداع للمعتمر وهل يصلي بعده ركعتين؟ طواف الوداع للحج، الله جعله في الحج، كان الناس ينفرون من كل وجه هذا في الحج، وأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فطواف الوداع إنما يجب للحج وهو من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج يجب بتركه فدية، وأما في العمرة هو بالخيار، إن شاء طاف للوداع وإن شاء لم يطف، ما يلزم ذلك لأنه لم يرد في العمرة أن لها وداع، ما ورد في العمرة أنهم الرسول كان يعتمر وكان أصحابه يعتمرون، ولا ذكر أن الرسول أمرهم بالوداع ولا أنه ودع عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول جئت أديت العمرة لله الحمد وأريد أن أؤدي عمرة أخرى عن جد الميت أو أحد من أقربائي، هل يجوز ذلك؟ لا بأس به، لكن تخرج للحل، ما تحرم من
حرام، ما تحرم من داخل الأميال، تخرج إلى الحل، إلى التنعيم، إلى الجعرانة، إلى خارج الحدود الحرام وتحرم بالعمرة. نعم. كان متعمدا فهو آثم، وأما إن كان غير متعمد هذه من لغو اليمين، إذا ما قصدها ولا قصد عقدها وإنما جرت على لسانه من غير قاصد، هذه من لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم. ما هي الأحوال التي يجوز فيها تأخير الميراث؟ ليس لها ضابط معين، هذا حسب الحاجة، تأخير قسمة الميراث حسب الحاجة. نعم. الصحيح أن عليهم عمرة، عمرة الإسلام. من العلماء من يقول ليس عليهم عمرة، ولكن الصحيح أنها عامة لأهل مكة وغيرهم، لكن ما يحرمون العمرة من مكة، ما يحرمون من الحل خارج الحرم. نعم. يقول أعمل في الألمانية، وإذا مات الإنسان يحرقون المدينة، فكيف يكون أمري عند الله؟ نعم. يقول يعمل في ألمانيا، وإذا مات الميت عندهم يحرقونه، فكيف يكون أمره عند الله؟ الله أعلم بحاله، لكن المسلم لا يرضى بهذا، لا يرضى أنه يحرق هو أو قريبه، بل يحاول نقل الميت أو أن ينقل هو إذا مات إلى بلاد المسلمين. الله.